السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان كمبيوتر اكستنشنال اللي هو الخاص بيه الاي اس ال تيتشر. هنحل سؤال انجليش وواجهة او الويندوز انجليش، يعني واجهة البرنامج انجليش والويندوز انجليش. هنختار اول، هنا عندنا سيلابس، هنختار نيو سيلابس، اوفيس هنختار ويندوز 7 اوفيس 2010. اول اختبار هم عبارة عن 3 اختبارات، كل اختبار فيه 12 سؤال. هنختار Computer Sessional Exercise 1 Start. أول سؤال بيقول Which one of the following options is not available in the online banking؟ ايه من الحاجات دي او من حاجات الاختيارات مش متاحة ان انت تستخدمها في التعاملات البنكية عن طريق النت او الاونلاين بانكينج؟ هلاقي هو ان انت تشوف الحساب بتاعك ده متاح، ان انت تدفع عن طريق الكريدت كارد، ان انت تعمل تحويل من خلال حسابك، لكن انت تسحب كاش، withdraw cash from your account. لا. Next. Which one of the following can reduce the performance of a computer؟ اي من الحاجات دي هي بتقلل من كفاءة الجهاز، reduce تقلل من كفاءة الجهاز. إضافة رام طبعا لا، إضافة سكانر، running several applications تمام، ان احنا نشغل عدد من التطبيقات في نفس الوقت. Which one of the following use a USB بورت؟ اي واحدة فيهم بتستخدم او بنوصلها عن طريق اليو اس بي في الكمبيوتر بتاعنا، ولا الراندوم اكسس اللي هو الرام، ولا المذر بورد، ولا السنتر بروسيسنج يونت اللي هو السي بي يو. اما هنا الكام او الكاميرا هي اللي بتستخدم اليو اس بي. نيكس. وش هو ذا فولم از ان اكزامبل اوف ذا سوفت وير؟ اي واحدة فيهم هو عبارة عن مثال على البرامج. هنلاقي ان كلهم هاردوير ما عدا انترنت اكسبلورر. هو مثلا ده السنتر بروسيسنج يونت، ده وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو. هارد ده المساعد الرقمي، مساعد الشخص الرقمي. ده المتصفح هو مثال للسوفت وير او البرامج. نكست. سيلكت ذا ايكون ذات ريبريزنت دوكيمنت فايل. اي واحدة فيهم تمثل مستند، لان ده ملف على الانترنت، ده فولدر اونلاين يعني شير على الشبكه، وده اللي هو الدوكيمنت. نيكست. Which one of the following is an appropriate routine to shut down a non-responding application؟ ايه هو الاجراء اللي احنا نتبعه عشان نعمل ايقاف تشغيل اي تطبيق غير مستجيب non-responding؟ هنلاقي ان احنا لازم نشغل اداره المهام اللي هي alt control و delete، start task manager، select non-responding application and click in task. هنا ده سؤال عملي. Move the open window so that it is on the top left of the screen. هنحرك النافذة دي من شريط العنوان بتاعها ونحركها كده تمام. نكس. Perform the necessary steps before remove the USB storage device from computer. ان انا اشيل مثلا او اعمل ازالة لليو اس بي او الفلاشة من خلال الشاشة. هو مدهلنا دي بقولي using the screen below، نستخدم الشاشة دي. هنجي نفتح هنا السهم ده، اي حاجة من المفتوط نلاقيها في شريط التاسك بار، نفتح السهم ده، نختار هنا، نقول له inject USB. نجس. بقول change the computer desktop seem to not okay. كليك يمين و personalize، نختار add seem هو عايزها، بعد كده close. next. السؤال المفترض زي ما قلتلكوا هيبقى كده بالشكل ده. فانا عندي شورت كات بيقول لي rename the shortcut icon on the desktop photos shortcut to gallery. كليك يمين، رينيم، دبل كليك على الكلمة اللي عايزين نحذفها، ونكتب خلي بالكم هو جي كابيتال،
تمام انتر. نيكست بيقول لي how much RAM is installed in on this computer. انتر ذا بوينت انتو ذا انسر بوكس، دخل لي اجابه هنا عشان اعرف حجم الرامات. هروح للكونترول بانل. عايزه ارجع السؤال ده ورا، النافذه مش قادر اشوفها فبضغط على العلامه دي كده. كنترول بانل سيستم اند سيكيورتي سيستم. حجم الرام عندي هو 4 جيجا بايت. هاجي اكتب هنا 4 جيجا بايت. نيكست. Use the operating system offline help and support function to find the information about calculator. عندنا نستخدم حاجة اسمها التعليمات والدعم، دي موجودة في start أو help and support. هندور على calculator. هنا مش هتفرق الكابيتال من small لأن أنا هدور calculator enter أو علامة البحث دي. وبيقولي which one of the following is the first line under the help top using calculator. اي واحدة في الاختيارات دي موجودة لما نيجي نفتح التبويب اللي اسمه using calculator. هنا نفتحنا كده. You can use the calculator to perform. You can use calculator. دي الاجابة. نكس. خلاص هنخلصنا الاسئلة، نقول له finish. نكمل الجزء الثاني او الاكسرسايز 2. Which one of the following file extension is used for a video file؟ أي من الامتدادات extension معناها امتداد أو الحقيقة يعني الخاص بالفيديو. هنا الفيديو اللي هو AVI. Next. بيقولي open the document. Documents litmus principal letter. هنروح نفتح المكان ده من start. نروح المستندات. إذا انتوا نفس دي لو عايزين نرجعها ونقعد هنا. لتموس، تروح المجلد اللي هو قالين عليه في لتموس. او الفايل سوري letters فين اهو. بيقول نفتحه اوبن، يبقى دبل كليك حدد حدد النص. بصوا 3 كليك حددناه. انا لو عايز اصغر النبذة دي كده عشان اشوف السؤال واخليها underline اللي هو هنا. وبعدين قال لي save the document، يبقى فايل وسيف بس كده. خليه open لان هو ماليش اعمله close، فانا هقول له نكسر كده نشوف اللي بعده. بيقول انزل document document litmus principal letter. ده هو نفس المستند يعني. خليني اهو enter the text. welcome below the text start early save the document. هاجي هنا هكتب هنا ويلكم. خلي بالكم نكتب الكابيتال. تمام. بعد كده قال لي سيف، ممكن اعمل فايل سيف، ممكن اضغط على العلامه دي على طول نكست او نضغط على رقم 4. بيقول ان ذا دوكيمنت ليت دوكيمنت ليت موست برينسيبال ليتر موف ذا لاست. طب نكبر بس النبذه شويه. ممكن اعملها كده واجي اصغرها اخليها اعرض شويه عشان انا عايزه اشوف كل المستند. انزلها شويه كده. بيقول لي ايه بيقول لي move the last sentence a good education in the يعني الجمله دي to be the first sentence on the same paragraph begin with the الباراجراف بيبدا بكلمه ايه. now you can ندور كده اهو. now you can هندور على الجملة قلنا عليها تبدأ بكلمة a good اهي. نضغط ونسحب لغاية اخر كلمة. قال لي اعمل لها move. يقول لي move the last sentence اللي اعملها move. ممكن كليك يمين عليه واقول له cut او ممكن اقول له من هنا cut. كده انا عملت لها move. بس هو قال لي انا عايزك تحطها بقى تبقى فين. the first هنا the first sentence of the same paragraph. هو عايزها تبقى اول جملة في نفس الباراجراف. كليك كده في اول باراجراف واقول له pass لاصق على طول من العلامه دي. تمام. وانا شايفه ان في ايرور بس انا عندي سبيس زياده بس.
بعد كده قال لي ايه سيف سيف اند كلوز. تمام، هقول له سيف هنا وممكن فايل وكلوز او اقفل هنا بقى. خلينا نقول له فايل وكلوز. نيكس، سيف ذا اوبن دوكيمنت. اوبن دوكيمنت الملف ده اللي هو اسمه ايه بريديوس اوف ذا ادميسيون تكست دي او سي اكس از ادميسيون بس. فهنعمل ازاي نغير اسمه ازاي وهو مفتوح؟ هقول له فايل سيف از، وهشيل بس الكلمه اهو، هشيل الجمله كلها دي. خليها كده، هقول له سيف واحفظه فين؟ في المستندات، في الدوكيمنت ليتموس. انا المفترض اتاكد ان انا واقف هنا في الدوكيمنت في ليتموس اهو. تمام، هقول له سيف، غيرت اسمه حفظته، كلوز ذا دوكيمنت، يبقى هعمل له كلوز من هنا. تمام، بيقول رينيم ذا سب فولدر active to the in the document litmus folder to the collection. اوكي بصوا، ادي المستندات، ادي litmus، في فولدر اسمه active اهو، كليك يمين عليه وقول له rename واسميه باسم جديد، بس خلي بالكوا ان السي كابيتال. انت بس نيكس، بيقول ديليت، انا ما قفلتش المكان ده، بيقول ديليت ذا سب فولدر اولدر اولد ستودنتس، ادي اولد ديليت الموجود في الدوكيمنت ليتموس. فانا اوريدي فاتحه الدوكيمنت ليتموس، هعمل كده كليك يمين عليه وديليت، او ديليت من الكيبورد. نيكس، كرييت ذا فولدر هنسميه ريجستريشن ان ذا دوكيمنت ليتموس، ادي جوه انا اصلا جوه الدوكيمنت ليتموس، اعمل كريت فولدر، ممكن اقول هنا نيو فولدر او كليك يمين واختار نيو فولدر، هسميه ريجستريشن. تمام، انت and create subfolder in the registration back all the transfers. اوكي دبل كليك، ممكن اعمل كليك يمين بقى ونقول له نيو فولدر، في طريقة يا اما من نيو فولدر هنا او كليك يمين ونسميه انت بس كده. خلي بالكم لازم نخلي بالنا من الكابتر والسمول. بيقول لي change the view of the folder document litmus already، انا فاتحه اهو، ادي مستندات document litmus، قال لي غير الفيو، خليه show the name size type of the file، انا عشان اعرض الاسم والحجم اللي هو لازم اتاكد ان انا من الفيو هنا عندي details، هو بس عايز اتاكد ان انا هنا details. تمام، enter the size of the call the file called about into the answer box، حجم الفايل اسمه about. فنيجي كده اهو، حجمه قد ايه؟ 29 كيلو بايت. هنجي هنا واكتب 29 كيلو بايت. هنا sort the files in the document litmus، انا already واقفه في document litmus، sort by name، عامله sort by name ازاي؟ في طريقتين، طريقه ان انا اضغط كده على هو بيقول لي by file name in descending order تنازليا، فانا ممكن اضغط على النيم وكده، انا هما لو السهم اللبني ده فوق معناه ان تصاعديا، ضغطنا كده يبقى تنازليا، او ان انا ممكن اعمل كليك يمين فاضيه اقول له sort by name واختار sort by name، وبعد كليك تاني sort by name descending. تمام، وبعدين بيقول enter the name of the first in the first
first file، هو عايز اسم اول فايل يظهر عندنا in the sorted list into the answer box. ما ينفعش اكتب tmb لان ده folder. انا عندي اول فايل انا اسمه students، حرف خلي بالكو اس كابيتال، بس قال لي in the student box. بس انا هكتب اسم بس مش هكتب دوت كذا. next use the search feature to locate the file name. عشان file name اسمها active cleaner in the document litmus. تمام انا already واقفة بالدوكومنت litmus، هعمل هنا بحث عن ايه، عن file اسمه activate. هو الfile بيقول ايه بقى، enter the name of the folder. هو اوريدي احنا جبنا الفايل، بس هو مش عايز الفايل، هو عايز اسم المجلد اللي جوه الفايل ده. where the activate calculator is located، هو عايز اسم المجلد. فانا عشان اعرف اسم المجلد في عندي كذا طريقه، ممكن اعمل كليك يمين واقول له properties او open file location. قلت له properties هتلاقوا ان ده اسم الفايل، سوري اسم الفولدر اللي جوه الفايل ده. او ان انا لو عملت كليك يمين وقلت له open file location هتلاقوا ده اسم الفولدر اللي جواه الفايل بتاعي. فاي طريقه انتوا تختاروها تمام. هنعمل كليك يمين properties خصائص، واقول له ده اسم المجلد. ممكن اعمل كليك دبل كليك عليه كده او احدده واقول له copy واجي هنا واقول له بس. اللي بعد بيقول ايه، select the option to print only the even page. انت عايز الاختيار اللي انت هخليك تطبع الصفحات الزوجية بس of the document. refer the print window show below. هنا في نافذة كده للطباعة بيقول استعين بيها يعني. فلو عايز اطبع اقوله هختار ايه، هختار اقول لا current page، لا هختار page صح. بس بيقول ايه select a paper size، لا print what، print file او print. طيب print what هنا شايفين كلمة انا ماشي مش دول، هنا print what document كله، لا print all page in the range كل ده. يعني انا مفترض اختار يا اما print what او print، فنختار كلمة print عشان هو اللي اختار منها الصفحات اللي انا عايزها all pages in the range. اوكي نكس خلاص فينش. الترسيز الأخير بيقول which one of the follow is not a purpose of the network. يعني ايه من دول not ليس هدف من او لا يهتم بالشبكة او ليس من خصائص الشبكة او من خصائص النتورك. create screen saver ولا to access data. طبعا access data دي من خصائص النتورك، share data دي من خصائص النتورك، to access devices security ده من نتورك، لكن create the screen saver ملهاش دعوة بالنتورك. next بيقول which one of the following is used to make a phone call via the internet. ايه اللي بستخدمه عشان اعمل فيديو، يعني make phone call ان انا مكالمات صوتية، يعني ال VOIP او voice over internet protocol، وبروتوكول نقل الصوت عبر الانترنت. which one of the following is will ensure the user will begin while using the computer. دي هي الافضل، يعني اللي هتحافظ على سلامة او ان هو يستخدمه بطريقة كويسة، ان اليوزر يستخدم الكمبيوتر بطريقة كويسة. back support having the lower back support ولا positional the monitor to and do it high and distance that is
comfortable for the user. هنا ان انا اضع الشاشة او المونيتور بتاعتي في ارتفاع مناسب ومسافة مناسبة. هو ان انا اضع الشاشة بتاعتي في ارتفاع ومسافة مناسبة. طيب which one of the following storage options required an internet connection؟ اي واحدة فيهم تحتاج تصل بالانترنت اللي هو اونلاين ستورج اللي هو تخزينه عبر الانترنت يعني. which one of the following should not be shared for security reasons؟ ايه هو اللي ما ينفعش ان انت تعمله شير او مشاركة بسبب الامان يعني احتياطات الامان؟ اللي هو الباسورد. تمام. Which one of the following is a way through which a computer virus can spread اي واحدة فيهم تساعد على انتشار او spread انتشار الفيروس. Download file from unknown website ان انت تعمل download لبعض الملفات من مواقع غير معروفة. Which one of the following is the correct procedure for selecting non-adjust files within a folder؟ يعني الإجراء المتبع عشان تحدد أكثر من ملف غير متجاورين. نحن نستخدم الكنترول أول واحدة كنترول كي أند كليك. بيقولي هنا افترض شاشة كده بيقولي موزة settings subfolder from the document litmus folder to the document litmus destination هنا document litmus بيقولي move فعمل كليك يمين عليها وcut و document litmus بس هفتح destinations كليك يمين وبس. بيقولي connect the wireless network litmus using the password كذا. فانا عندي الشاشة اهي ادي النتورك كليك كده litmus كليك عليها واقول له connect وبعدين ابتدي اكتب الباسورد. خلي بالكم ايه اللي كابيتال بعده. Use the Litmus antivirus application. Scan the folder document Litmus for virus. هختار folder scan الأول حدد الفولدر اللي أنا عايزه my document واختار Litmus خلاص بعد كده أقول له okay بعد كده أقول له scan now folder scan it successful okay. هنا use the Litmus .ip application ده تطبيق لضغط الملفات. Compress all files in the document litmus backers. طب اوكي هو بيقول لي ان انا عايز اعمل compress لكل الفايلز الموجودة في المجلد ده into the zip file called trip zip. انا اقول له new خلاص. الاول هو ان انا عايز اضغط كل الملفات الموجوده ده لملف اسمه trip that i be in the same folder. يبقى انا اروح ل document litmus تمام. هنا المفترض ان انا هعمل اسم الفايل ده اللي هو trip مش هكتب dot that i be هقول له save احفظ الفايل ده. اول ما احفظ الملف المضغوط ده هيفتح لي اقول له save هيفتح لي كل الملفات دي انا عايز اضيفهم كلهم عشان الضغط جواه فحددهم كلهم كده واقول له open دي كلها files بس. فانا عملت لهم compressed. هنا embedding the computer's recycle bin هنروح recycle bin هنا ممكن اعمل كليك يمين عليه واقول له embedding the recycle bin او افتح recycle bin دبل كليك ومن جوه recycle bin اقول له embedding the recycle bin تمام. وبعد كده اقول له finish عشان داخل السؤال
ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.